لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا. أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء. إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. قال ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى مخبرا عما يفعله بالكفار يوم القيامة، إنه يعرض عليهم جهنم أي يبرزها لهم ويظهرها ليروا ما فيها من العذاب والنكال قبل دخولها، ليكون ذلك أبلغ في تعجيل الهم والحزن لهم. أعوذ بالله. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم تقاد يوم القيامة بسبعين ألف زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نعوذ بالله منها. ثم قال مخبرا عنهم: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري، أي تغافلوا وتعاموا وتصاموا عن قبول الهدى واتباع الحق، كما قال تعالى: ومن يعشو، يعشو يعني أعمى، العشاء الإيه؟ العمى. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وقالها هنا: وكانوا لا يستطيعون سمعا. الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا، أي لا يعقلون عن الله أمره ونهيه. هذه الاستطاعة المذكورة في هذه الآية هي الاستطاعة التي مع الفعل، التي هي التوفيق من الله سبحانه وتعالى والإعانة، وأن يجعل الإنسان قدرة على فعل الهدى وقبوله، على قبوله وفعله. بخلاف استطاعة التكليف، الاستطاعة قبل الفعل وهي سلامة الحواس، فكانت حواسهم سليمة، إلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: 4 يحتجون يوم القيامة: رجل أصم الحديث، وفيه فيقول الأصم: ربي لقد جاءني الإسلام وما أسمع شيئا. هؤلاء 4 الذين يعذرون عند الله لأجل
أنهم كانوا لا يستطيعون سمع الحواس، كانوا صما، ليس بمعنى الأصم عن الحق مع سلامة الحاسة، بل أصم بمعنى لا يسمع شيئا، فلم تصله دعوة الإسلام. فالاستطاعة نوعان: استطاعة قبل الفعل وهي سلامة الحواس وسلامة أدوات الإنسان وقدرته وعقله وحواسه، طبعا المقصود بها جملة الحواس يعني التي توصل المعلومة إلى العقل. يعني ممكن يكون واحد بيسمع مثلا ولكنه لا يرى، أو أنه يسمع أو أنه لا يعني يرى ولا يسمع لكن يفهم بالإشارة، ولو أنه لا يرى ولا يسمع لكنه أفهم مثلا بطريقة اللمس بسبب طريقة البريل في بعض الصم والعمي، يكون عندهم قدرة على فهم الكلام من خلال التحسيس على الحروف طريقة بريل المعروفة. فمن وصل إليه الفهم لما أنزله الله فقد قامت عليه الحجة، ولكن من كان عاجزا عن ذلك ولم يعلم ولم يفقه ما جاءت به الرسل فهو معذور. أقول الاستطاعة نوعان: الاستطاعة التي قبل الفعل وهي التي عليها التكليف وهي سلامة الحواس، واستطاعة مع الفعل وهي استطاعة التوفيق والإعانة من الله عز وجل على الهدى وعلى عبادته، وهذه يهبها الله عز وجل لمن يشاء وليس يبنى عليها التكليف، ولذلك يدخلون النار وهم لا يستطيعون سمع، ولذلك يدخلون النار وقد كانت أعينهم في غطاء عن ذكر الله، كانوا عميا عن الحق. ثم قال: أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، أي اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون بذلك، أولياء يتولون أمورهم. وهذا في الحقيقة ينطبق على كل من اتخذ وليا من دون الله يتوكل عليه ويدعوه ويعبده ويصرف له العبادة ويظن أن ذلك ينفعه، ينطبق على الذين يقولون عن الأولياء الصالحين عن قبورهم أنها هي التي تحرس البلاد وأنها التي تشفيهم من الأمراض وأنه الذين يجلبون لهم الأرزاق، وأن من كان عنده مرض كذا فليذهب إلى قبر كذا، ومن كانت عندها عقم فلتذهب إلى القبر الفلاني، ومن كانت يعني عانسا لا تعرف لا تستطيع لا تجد زوجا تذهب إلى الشيخ الفلاني، ولكن مقام الشيخ عتريس لقلب العريس. كل هذا داخل في الحقيقة في عموم الآية، إن كان لا بد من إقامة الحجة. فحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دون أولياء، قال أي اعتقدوا أنهم يصح لهم ذلك وينتفعون به بذلك، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. ولهذا أخبر الله تعالى أنه قد أعد لهم جهنم يوم القيامة منزلا: إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا، يعني منزلا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا. روى البخاري عن مصعب قال: سألت أبي
يعني سعد بن أبي وقاص. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا؟ هم الحرورية الخوارج، أي لأجل أنهم ضل سعيهم في الحياة الدنيا لأنهم أهل بدعة وضلالة، لأنهم ضلال يرتكبون ما يرتكبون ويرون أنفسهم على الحق، هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قال لا، هم اليهود والنصارى، مع أن الخوارج لهم نصيب من الآية، إلا أنهم ليسوا هم المقصودون بها على الوجه الكامل، لأن هؤلاء في النهاية ينطقون الشهادتين، ومن لم يكن منهم منافقا في الباطن ناله من العقوبة ما يستحقه على ما فعل من سفك دماء المسلمين وانتهاك حرماتهم وقتالهم وتكفيرهم، ثم بعد ذلك طالما مات على التوحيد ينجو من النار، يخرج من النار يوما من الدهر أصابه قبل هذا اليوم من أصابه. ولكن الآية الأخسرين خسرانا تاما وهم يحسبون أنه يحسن صنعا هم اليهود والنصارى. قال أما اليهود فكذبوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وأما النصارى كفروا بالجنة وقالوا لا طعام فيها ولا شراب، كفروا بآيات ربهم. يبقى اللي كفر بالرسول صلى الله عليه وسلم كفر بآيات الله ولقائه، يبقى اللي كفر بالجنة لأنه قال ليس فيها نعيم حسي، ليس فيها طعام ولا شراب، فقد كفر بلقاء الله. يعني من كذب بشيئا من تفصيل ما ثبت في الكتاب والسنة المتواترة عن أمور القيامة فقد كفر بالقيامة، قد كفر بلقاء الله. قال والحرورية الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وكان سعد رضي الله عنه يسميهم الفاسقين. وقال علي بن أبي طالب والضحاك وغير واحد هم الحرورية، يعني اللي هو سعد بن أبي وقاص نفاه بعض العلماء بعض الصحابة، قال إن الخوارج من هؤلاء. ومعنى هذا عن علي رضي الله عنه أن هذه الآية الكريمة تشمل الحرورية كما تشمل اليهود والنصارى وغيرهم، لا أنها نزلت في هؤلاء على الخصوص ولا هؤلاء على الخصوص أيضا، بل هي أعم من هذا، فإن هذه الآية مكية قبل خطاب اليهود والنصارى وقبل وجود الخوارج بالكلية، وإنما هي عامة في كل من عبد الله على غير طريقة مرضية يحسب أنه مصيب فيها وأن عمله مقبول وهو مخطئ وعمله مردود، لكن هي على درجات، فمنهم من يخسر خسرانا تاما وهم الكفار الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا على ضلالة مكفرة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ككل الكفار، يرون أنفسهم أحسن حالا وأفضل طريقة ونحو ذلك. وهناك من يخسر خسرانا جزئيا، خسر أعماله حبطت لأنها على بدعة وضلالة، وإن لم يخسر بالكلية لوجود لا إله إلا الله كما ذكرنا. يقول كما قال تعالى وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية،
التفسير أنها عاملة في الدنيا تتعب ثم تصل نارا حامية، كما مر بعض الصحابة على راهب أظن أبو الدرداء في صومعة فظل يبكي، فقالوا ما يبكيك؟ فقال تذكرت قول الله وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة. يعمل ويتعب نفسه ويعذب نفسه تصلى نارا حامية. وقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا فوجد الله عنده فأوفاه حسابه والله سريع الحساب. كالمشركين الذين يظنون أن الأوثان والشركاء سوف تدعو تشفع لهم، فيقال لهم ادعوا شركاءكم، فدعوهم فلم يستجيبوا لهم، فكان هذا أشد عليهم. وقال في هذه الآية الكريمة قل هل ننبئكم أي نخبركم بالأخسرين أعمالا، ثم فسرها فقال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا أي عملوا أعمالا باطلة على غير شريعة مشروعة مرضية مقبولة، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أي يعتقدون أنهم على شيء وأنهم مقبولون محبوبون. وقوله أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه أي جحدوا آيات الله في الدنيا وبراهينه التي أقام على وحدانيته وصدق رسله وكذبوا بالدار الآخرة. كل من كذب القرآن، كل من كذب بكتاب منزل، كل من كذب بأدلة وآيات التوحيد وصدق الرسل فهو داخل في هذه الآية. ولذا كان اليهود والنصارى من ذلك، من هؤلاء، لأنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم ويكفرون بالقرآن. إن الذين أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه وكذبوا بالدار الآخرة، أو كما ذكرنا كذبوا بشيء قطعي فيها أن الجنة فيها طعام وشراب، فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا أي لا نثقل موازينهم لأنها خالية من الخير. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة، في رواية يؤتى بالرجل، إنه لا يأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. قال اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. هذا دليل على أن الكل توزن ويوزن، يوزن هو وتوزن أعماله، توزن أعماله ويوزن هو ويوضع في الميزان. قد رواه البخاري معلقا ورواه مسلم. وروى ابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل الأكول الشروب العظيم، العظيم يعني الحجم، عظيم الحجم، فيوزن بحبة فلا يزنها. قال وقرأ فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذا رواه ابن جرير. وقال أحمد ابن عمرو ابن عبد الخالق البزار سنديه عن عبد الله بن مريدة عن أبيه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل رجل من قريش
يخطر في حلة له، يخطر يعني تبختر ماشي بقى متفخ. فلما قام على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بريدة، هذا ممن لا يقيم الله له يوم القيامة وزنا. تفرد به واصل مولى أبي عنبسة وعود بن عمارة وليس بالحافظ، ولم يتاب عليه. وروى ابن جرير أيضا عن كعب قال: يؤتى يوم القيامة برجل عظيم طويل فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وقوله: ذلك جزاؤهم جهنم، أي إنما جازيناهم بهذا الجزاء جهنم بسبب كفرهم بما كفروا. ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا، واتخاذهم آيات الله ورسله هزوا، استهزأوا بها وكذبوهم أشد التكذيب. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.